حصول الهيئة الوطنية للأمن السبراني على شهادة تميز في جواز القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن مبادرة تحدي الأمن السبراني يعد اعترافا دوليا بجهود الهيئة التي تبذلها في تنمية قطاع الأمن السبراني وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السبراني. نشكر حقيقة شركائنا في هذا التحدي، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذراع التقني شركة السعودية لتقنية المعلومات السائق.